بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو القصير سوف نقوم بعملية زرع البذور التي أنبتناها بشكل مستقل في ورق الكليبكس المرطب، واللي تم إنباته كما نلاحظ. سوف نقوم بنقلها مباشرة إلى قدح فيه القليل من البيرلايت، وذلك بأخذ واحدة من هذه البذور، طبعا بعناية. هذه بذرة إذا واضحة جذورها أنبتت، والآن نقوم بوضعها في القدح بعمل مجال بسيط بهذا الشكل، ونضع الجذور داخل البيرلايت بلطف، ثم نرد الحويبات عليه بلطف. هذه الطريقة زراعة مباشرة، ولكن الإنبات حدث في داخل علبة. سوف نقوم بعمل واحدة أخرى. ممكن بهذه الطريقة أن نقوم بزراعة البذور مباشرة كما فعلنا في الخضروات الورقية، فذلك يمكن ذلك بالنسبة لبذور النباتات الثمرية. إن شاء الله بنفس الطريقة سوف أقوم بنقل جزء من هذه البذور النابتة بهذه الطريقة، والجزء الآخر سوف أقوم بوضعها في البتموس لحين أن يكبر النبات بشكل معتد به، ثم بعدها أنقله للزراعة المائية. مثلا هذه صينية فيها بتموس، أقوم بعمل فتحة بهذا الشكل، كافية لاستيعاب الجذور. هذه نبتة، لا داعي لغرسها بأكملها، وإنما فقط الجذور. هذه هي البذور للخيار F1.
قمنا بزراعة 10-20 بذرة من الخيار F1. نقلنا 10 في مباشرة بالأنبوب الزراعة المائية. طبعاً هذه الصينية نفسها اللي كنا زارعين بها الطماطم والفلفل. عذراً يعني أصور بيد وأعمل بيد. الآن لدينا هذه بذور الخيار، قمنا بنقلها إلى صينية التشتيل لحين أن تكبر وتخرج مثلاً ورقة أصلية، ونقوم بعدها بنقلها إلى أنبوب الزراعة المائية. وشكرا لكم.